يعني مسألة رعاية النشء دي مسألة غاية في الأهمية الحقيقة، والمفهوم التقليدي ليها ما بقاش ينفع، لأنه الأجيال اتغيرت، والحقوق اللي المفروض تكون موجودة ليهم، في أصلاً حقوق أساسية مش موجودة عند قرى كتير ونجوع كتير مش واصلة لهم، حقهم في التعليم وغيره. صحيح. وشفنا الحقيقة مبادرات عدة من أول حياة كريمة لحد إحنا النهاردة بنتكلم على مبادرة النشء بتهتم بالأطفال اللي هم نواة هذا المجتمع. اشرحي لنا أكتر عن مبادرة رعاية النشء وإزاي بتشتغلوا عليها. خليني أبدأ من كلامك. فكرة أنه إحنا في احتياج لبعض التغييرات، وكتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إحنا الشعار بتاعنا الأساسي هو سياسة بمفهوم جديد. ففكرة التجديد أنه إحنا دايماً في التنسيقية طبعاً زي أي كيان عندنا بعض الثوابت، ولكن من مفهوم التجديد أنه كل سنة بيكون عندنا استراتيجية جديدة بنبدأ نشتغل عليها. والحقيقة أنه استراتيجية 2023 كانت مميزة الحقيقة، أنه تم استحداث فيها مشروع البناء المتعدد، وهو هدفه أن يكون في بعض التغييرات الإيجابية للسياسات الخاصة بالدولة المصرية، تكون تغييرات إيجابية بالتأكيد، انه مش بس السياسة بالمفهوم التقليدي اللي احنا بنتكلم عنه، لا زي ما انت بتتكلمي انه احنا عايزين بنبني جمهورية جديدة، فأكيد مهم ان احنا نبني الإنسان المصري. واحنا بنتكلم انه الإحصائيات احنا 40% من الفئات المجتمع المصري من الأطفال، يعني بنتكلم حوالي 40 ل 41 مليون طفل، فئة أكيد مهم ان احنا يعني نشتغل عليها. ففكرة البناء المتعدد اهتم بالمحور الخاص، المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور التعليمي والصحي، وتم إطلاق بعض المبادرات اللي تبدأ تنفذ ده على أرض الواقع، منها مبادرة الطفل والنشأ ومسار العائلة المقدسة، وأيضا تنمية الصعيد والتماسك الأسري والصحة النفسية. فكرة بقى مبادرة الطفل والنشأ إن احنا نحاول نغطي كل الجوانب اللي بتهم الطفل، من أول حاجة الجانب التشريعات والقوانين، من قانون الطفل والأحوال الشخصية، تعديل بعض المواد واستحداث اللي يسد الفجوات الخاصة بهذه القوانين، وأيضا القوانين الخاصة بالجانب العقابي شوية. ويمكن النهاردة كان في الإطلاق الاستراتيجية الخاصة بعدالة نحو بيئة عدالة صديقة للطفل المصري، أن يكون في عندنا إجراءات فيها آليات حماية أكتر، وأنه المؤسسات العقابية يكون لها شكل مختلف. ده جانب من التشريعات والقوانين. وأيضا المحور الخاص بالمحور الاجتماعي، أنه إحنا الأطفال في الأجازة محتاجين يكون في بيئات آمنة وداعمة وجذابة، سواء داخل أنشطة لا صفية في المدارس، يكون منها جانب إلزامي محبب جذاب للطفل، مش إن أنا هلزمه إنه يروح نشاط صيفي وهو ما يكونش حابب إنه يكون موجود هناك. مراكز الشباب وقصور الثقافة إزاي يتم تطوير ده ويكون في بيئة جذابة للطفل. وأيضا طبعا المحور الخاص بالجانب الصحي، احنا بنتكلم في اهتمام بذوي الهمم، واطلاق طبعا القياده السياسيه عام 2018 لذوي الهمم، فاحنا في احتياج ان احنا يكون عندنا مبادرات خاصه بالاكتشاف المبكر للامراض الوراثيه. صحيح. بدات تنتشر بشكل كبير. وايضا بعد ما يتم الاكتشاف ازاي يكون في تدخل مبكر، ما نستناش لما الطفل يكون اكبر شويه. بنتكلم على المحور التعليمي، البيئة التعليمية محتاجة أن يكون في تواصل أكتر ما بين ودمج بين المناهج التعليمية والجانب النظري والأنشطة اللي موجودة، ما يكونش في تباعد ما بينهم علشان الأطفال يكون في شغف أكتر للتعليم. صحيح. عندنا محاور كتير الحقيقة، و المبادرات عندنا في التنسيقية ليها شكل مختلف شوية. المتعارف على أي مبادرة في الكيانات إن هي بتكون من يعني بشكل أساسي تنفيذي فقط، إنه هنعمل مثلا ندوات توعوية أو أنشطة وما إلى ذلك. كتنسيقية شباب أحزاب وسياسيين بيبقى عندنا مخرجات وأهداف إحنا بنشتغل عليها، إن يكون عندنا أوراق للسياسات، عندنا أوراق بحثية، عندنا بعض التعديلات بالتشريعات والقوانين والمقترحات اللي يتم تقديمها من خلال طبعا نوابنا في مجلسي الشيوخ والنواب، وايضا عندنا الجانب التنفيذي بقى من زملائنا نواب المحافظين ونواب الوزراء.